سقوط لبنان مذكور في كتاب دانيال النبي من 2600 سنة، إن إسرائيل وإيران هيحاربوا بعض على أرض لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية هتيجي لدعم إسرائيل، وروسيا هتيجي لدعم إيران، وكتير من الدول العربية هتسقط في الطريق، وكتير من الدول الخليجية هتسقط. والكلام ده كله مكتوب في النبي دانيال. النبي دانيال ده الله أرسل ليه الملاك جبرائيل. الملاك جبرائيل ده زي وزير خارجية السماء، الله وراه إعلان بالملاك جبرائيل عن نهاية آخر 7 سنين في الأرض اللي احنا عايشين فيها. احنا على حافة التاريخ في لحظات تاريخية. بص بيقولك ايه، ففي وقت نهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو. هنا النبي دانيال قسم العالم في آخر 7 سنين نصين، نص اسمه ملك الشمال ونص اسمه ملك الجنوب، والاتنين دول هنعرفهم مع بعض دلوقتي. ملك الشمال هو التحالف الغربي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ده ملك الشمال، حلف شمال أطلسي. ملك الجنوب ده روسيا والصين، ودول مذكورين في كتاب آخر اسمه كتاب النبي حزقيال من 2600 سنة أيضا، لأن النبيين دول كانوا متناغمين مع بعض في أوقات واحدة، إن دول جوج ومأجوج، روسيا والصين. ده إعلان بقولهولك. طيب جوج ومأجوج دول هيجوا على طول نهر الفرات عند سوريا والعراق، وهيجوا عند لبنان عند أرض مرج عيون، وكل الجيش الإسرائيلي هيتهيأ للحرب عند هذه الأرض، والولايات المتحدة هتدعمه، كتير من الدول العربية هتسقط، والدول الخليجية هتقوم حرب هرمجدون الكبرى الأخيرة. هي دي حرب كونية بين الخير والشر في الأيام اللي احنا عايشين فيها، لأن احنا في زي ما بقولك في لحظات تاريخية. بص تكملة النبوة بتقولك ايه، وتفزع أخبار من الشرق ومن الشمال فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. مين ده اللي تفزع أخبار من الشرق ومن الشمال؟ حلف شمال الأطلسي اللي هو التحالف الغربي اللي هو ملك الشمال. هتفزع أخبار من الشرق اللي هي الصين، الشرق دي الصين، وتفزع أخبار من الشرق ومن الشمال، الشمال دي روسيا، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هتنشر حروب يوم القيامة في هذه الأرض اللي احنا ساكنين فيها، أرض الشرق الأوسط، وهتحيد روسيا والصين، ومش هيكون هدفها إن هي تحتل مناطق جغرافية في العالم، هيكون هدفها إنها تحتل أجساد الناس، لأنها تنشر سمة على اليد اليمنى، هويات أو بطاقات رقم قومي. كل اللي مع الولايات المتحدة الأمريكية هيحط هذه الهوية، بطاقات رقم قومي، شريحة صغيرة في الإيد، ومن هنا هيتفصل ما بين مع الولايات المتحدة وما بين ضد الولايات المتحدة. يعني هتفصل العالم نصين، من معها ومن عليها. كل اللي معاها يعرف يشتري ويبيع في البنوك ويروح ويجي، أما كل اللي عليها يتم إقصاؤه من العالم. وهنا برضو الله هيعرف مين اللي معاه ومين اللي عليه، لأن كل اللي هيرفض هذه السمة هيكون مع الله، وهينول الحياة الأبدية من الديانات التلاتة، هيخش السماء، أرض العجائب، الفردوس زي ما بيقولوا اخواتنا المسلمين والمسيحيين، هيخشوا هذه الارض. ليه؟ لانهم رفضوا هذه السم. اما كل هذه السم هيكون مع الشيطان، وهينزل الجحيم. على هذه الحقيقة بيقوم او بيسقط كل انسان. ولو انت عايش في الفترة دي وبتسمع هذا الفيديو، فانت بمعرفتك هذا الخبر تنقذ نفسك، ترفض هذه السم ولا تضع هذه السم. فالوقت قريب، احنا في الايام الاخيرة، استعدوا للقاء الهكم.